نتائج الانتخابات هذوما كانوا متوقع، معنا فما 90% كانت متوقع. العباد حابة نفس جديد تخرج به وتطلع بحوايج اخرين يزي ما انترقيومين متمرجنا 3 سنين دخلوا على عام باش يخدموا ونشوفوا البلاد كيفاش باش تكون. يا اخي جماعه ضربت 3 سنين نستناهم لمده عام باش ينظفوا رواحهم ويقعدوا ويتريقلوا ويركبوا، وبعد ما نوليو نطالبوهم ونحاسبوهم في حشنا. نتائج متوقعة انا بيرسونيلمون خايفه، معناتها خاطر ما بين زوز اقطاب كبار ومتعارضين، معناتها خايفه تزيد سوء الاوضاع اكثر، وان شاء الله ربي قدر الخير. وكها نتائج متوقعه خاطر ظهرت فيها وطلعت فيها وجوه جديده، بالخصوص معناها الناس اللي وعدوا ياسر معناها في القنوات تكلموا معناها اللي هما ناس رجال اعمال كيما سليم الرياحي وكيما برشا معناها ما فهمت، وعدوا ياسر الشعب وتحمسوا وقالوا نحن اذا كان تعطيهم نفس الثقه وكل شيء معناها نعملوا برشا انجازات. معناها النتائج متوقعه برشا، معناها بقول بالوجوه هذه باش تطلع. رايي في الانتخابات مصاب تزيد تتنظم اكثر، يكون فما عدل اكثر، ان شاء الله العباد تكون واعيه وتعرف شنو تختار، مش تنتخب كما نقولوا احنا حزب شماته في حزب واحد اخر جوز باش يخسروه ولا يربح هذاك شماته في الاخر. ان شاء الله العباد تزيد تخمم اكثر بعقلانيه وشوفوا مصلحتهم، يعني وشوفوا مصلحة البديد بكلها، يخموا في غيرهم وفي رواحهم وممتعوا لدوا ممتعوا. احنا متفائلين بطبيعة الحال، الصندوق هو اللي أعطى الأولوية والشرعية لحزب ميدا تونس اللي عنده الأغلبية، مالوريزمون يبقى غوفرنيسور لخطر الحزب اللي بعده زاد حتى هو عنده 1% أسي بي في، دونك احنا نتوقع باش تكون إن شاء الله حكومة اللي ترضي كافة الشعب التونسي. النتائج نتاع الانتخابات ابخي تو هذاك راهي تونس الكل، جيت مع حزب انت تحب ولا تكره، ابخي تو لا ماجوريتي عملت الحزب هذاك، دونك سي بيان مادام انتخابات نازيها هذاك يحبوا العباد، مي توا المهم الحزب لازم هو يكون به، توا العباد اختاروه هو الباسي نتاعو باهي ولا خايب، لازم يعمل الماكسيموم يحاول يقوم بتونس كوم يلفو. رأي في من نتائج الانتخابات، معناتها حسيت فما معناتها ولا فما احزاب مسيطرين معناتها على السياسه في تونس، فهمتي، ولات معناتها تحسها ماركه سياسيه كبيره على الاخر، فهمتي، تلفزيون حتى في الانتخابات الرئاسيه ولات معناتها تخاف انه تلقى حزب بركه معناتها هو اللي مسيطر على معناتها على المجلس التشريعي وتلقى مسيطر زاد على معناتها على الرئاسه، تخاف نرجعوا النظام القديم، فهمتي، بطرف يوليك معناتها كما نقولوا وجه السوق، معناتها انا من الاول باهين وبعديك تولي فيها معناتها حزب مسيطر هو اللي يسيطر لك، ما عادش نرجع معناتها تونس كيما قبل. ديجا معناتها برشا من الشعب يقول لك يخموا في العقليه نتاعهم تو انه يقول لك نرجعوا كيما النظام القديم خير من النظام تاع تو، 3 سنين ما عملنا شيء و3 سنين خاسرين من عمرنا ما عملنا فيهم شيء، فهمت، يقول لك نرجع كيما قبل عايشين خير، فهمت، هاكم الاخرين يسيطروا على شيء يسيطروا واحنا المهم عايشين وهاك الدنيا رخيصه بالنسبه لنا، فهمت. انا مش متفائله معناتها بالانتخابات خاطر انفا رجعوا بجي قاعد سبسي وهو ديجا حكم معناتها قبل وما عجبتنيش الفتره الانتقاليه خاطر معناتها برشا عمل قروض وعطي منحه امل هذيك وهي اللي زدت معناتها واخذت البلاد التالي في الاقتصاد نتاعها، وان شاء الله معناتها ما يكونش كلامي انا صحيح خاطر نحبوا تونس ما خير. Je pense que le mouatan tounsi fi intikhabat tashra'iyya de 2014 il a fait le bon choix ala khatra el kunna intakhabna haja jdida en 2011 nsrailou el bled habina haja jdida ya khi tal'at bon ra'y el khas bien sûr ma houch le bon choix tawa el mouatan faq w tla' mta'allem w mtthaqaf w sarat intikhabat hasb ra'y ana naziha w shaffafa w la preuve bel resultat ma'atha el pourcentage وضح هذا معناتها النضج نتاع الشعب التونسي، وانا مقتنع بالنتائج وان شاء الله الانتخابات التشريعيه اللي تعدات نجحت وان شاء الله الرئاسيه تنجح اكثر ونكملوا في نفس الطريق سور لو شومان. بالنسبه ل 2011 تتسمى معقوله لوجيك، ومن قبل معناتها ما تطلع الانتخابات ظاهره اللي نداء تونس باش تفوت النهضه وباش يدخلوا معناتها احزاب اخرين، وهذا حاجه باهيه معناتها بالنسبه للتوانسه، معناها يكون فما توازن هكا، فماش حزب يطغى على حزب، وفما ناس معناتها تخدم مع بعضها،
ينجموش معناتها وما ياخذوا راحتهم، اي حزب ما ينجمش ياخذ راحته على حزب على حساب حزب اخر. هذه حسب رايي انا عش مع قناعتي انا نعتبر جبهه شعبيه هي الاولى، لخاطر بدون فساد المالي بدون حد شيء، الناس خدمت بنضالات بتاعها حقت فهمتي طموحات بتاعها ومازال باش تزيد فهمتي ان شاء الله في المستقبل فهمتي، باش الجبهه الشعبيه هي الوحيده هذيك اللي راضي عليها فهمتي. اما بالنسبه للاحزاب الاخرين بانوا بالمكسوف في 3 سنين عامين شنو المصير الشعب التونسي فهمتي، شنو الشيء الاغلب المقدره الشرائيه الاغلب فهمتي الواحد اش جات تنتظر، وبانوا بالمكسوف الاحزاب اللي يقولوا نحن اكبر قوه في البلاد وقوه هاك الشعب هو اللي حكم فهمتي. جو سوي تري ساتيسفيت بالريزولتا ومتفائله برشا ومو بوندون لي 5 ans هذو ما خلينا نرجعوا نخدموا خاطر فرونشمون خلي البلاد ترجع تخدم واحنا نرجعوا نخدموا خاطر فرونشمون يزينا مقعدنا ويزينا ما كل شيء يمشي معناها على بعضه وتلاو حتى الدنيا وكل دونك الي بيان طون كون غوفيان ترافاي ونرجعوا للبلاد كما كان. بالنسبة لتونس أنا ديما متفائل وإن شاء الله ديما الخير موجود، وعندها رجالها وأولادها تونس وعندها الكفاءة واللي ناس أصحاب خبرة، وبالنسبة لتونس الشعب التونسي ديما فايق وديما يسعى لقدام ديما طموح ديما يحب الحاجة الباهية، وإن شاء الله اللي باش في الانتخابات والنتيجة يكونوا عندهم حسن الظن في المستوى، واللي يعمل حاجة باهية للبلاد عند ربي يلقاه وفائدة في المصلحة العامة مش المصلحة الخاصة، خاطر المصلحة الخاصة عمرها ما تجيب نتيجة. كل شيء على حسب ما أعتقد مشى على أحسن الأوراق، انتخابات باهية بعد بعض الملاحظات يعني نتاع ثم ناس ما نجمش تصوت ثم حاجات بقى فهمتي، ولا في العموم يعني اون جينيرال لاباس تعدات لاباس والامور واضحه وبقدره الله متفائلين. متفائلين علاش؟ على خاطر فهمتني ولا معناها المجلس النيابي اللي باش يجي يضم شخصيات كلها شخصيات معناها عندها مستوى تعليمي باهي على كل معناها اللي ناجحين كل الاحزاب باختلاف انواعهم. ماذا بينا نكونوا متفائلين، ولكن اشوف فيها معناتها ما ثم شيء واضح. ما نجمش شكون متفائل ياس ولا متشائم ياس. فهمت يعني الوضع نتاع البلاد يعني ما يخليكش تتفائل معناتها برشا. تكون معناتها محتاط شوي. فهمت؟ ماش تفائل الواحد باش يكذب على روحه باش يكون متفائل فهمتي. ان شاء الله نسبقوا الخير وان شاء الله نتفائلوا مع تخير، خاطر الانسان من غير التفائل تنجم معناتها تعمل شيء. الانتخابات هذه متفائل فيها وربي يستر وان شاء الله تتعدى بالكدا وان شاء الله ربي يسترنا من الاعداء هكا هو. فاضي كنت ما عنديش حتى راي. خاطر ما انتخبتش زاد. معناتها كيفاش ما عندكش راي حتى في معناتها بلادك بيان سور، اما عندي راي مخالف ياسر حتى حزب ما يقنعني فان دو كونت، وحتى برنامج نتاع حزب ما اقنعني، وزاده ما نعرفش اذا كان نجم نكونوا متفائلين ولا مانيش متفائلين في الوقت الحالي في الوضع الحالي.